تتغير المعطيات في ليبيا كل يوم وعلى مختلف الأصعدة. يتساءل كثيرون عن مسارات المتوفرة اليوم لوقف الحرب في طرابلس بين أطراف الأزمة، وهل وصلت إلى نقطة تحول بعد 150 يوما، كما يطرح تساؤل أوسع عن مسارات حل الأزمة الليبية بالكامل. بعض المتابعين لملف الحرب الأخيرة يواجهون ذلك باحتمال حدوث مسارين، الأول الذي يمكن أن تسلكه حرب طرابلس هو غلبة طرف على آخر، أي بمعنى أن يعلن أحد طرفي النزاع السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل وعلى المدن المتاخمة لها، وهذا احتمال قال عنه البعض إنه صعب المنال، خاصة وأن الطرفين يراوحان مكانهما ميدانيا. المسار الثاني هو المفاوضات، وذلك عن طريق حوار جديد يجمعهم دون إقصاء أي طرف، وهذا ما يدعمه غسان سلامة طيلة فترة توليه منصب رئاسة البعثة الأممية، ولكنها باءت في الفشل حتى اللحظة، خاصة مع تعنت الأطراف بأنه لا حوار حتى تنفيذ جميع أهدافهم العسكرية وإن كانت على حساب المواطن الأعزل. ومع تعدد المسارات والسيناريوهات تظهر أسئلة أخرى عن الوقت الذي سيستغرقه أحد الأطراف من أجل الحسم العسكري وإمكانية التفاوض بين الأطراف، وما هي الموضوعات التي سيتناولها، والأهم من ذلك قبول حوار جديد يبدأ من الصفر.